النهارده اللي هنعملها عبارة عن ايه؟ عبارة عن محشي بصل، اهو بصل ومحشي خرشوف. هنبقى محتاجين لحمة متعصجة وطماطم مبشورة كاتشب، روزميري وزعتر فريش وشبت وبقدونس، زبدة، جبنة موتزاريلا. اول حاجة هعملها ان انا هحط هنا الصوص اللي هعمله، وهنا كده هحط اللحمة المتعصجة، هحط معاها شوية شبت، شوية بقدونس كده، وهقلب. وهنا هحط الطماطم، اسيبها بس كده تتسبك شويه، بعدين احط معاها الكاتشب، احط لها كده شويه زعتر مع روز ميري. خلاص. طيب اول حاجه هحشي البصل. نرصه كده وهنا احشيه وهو هنا كده. نحشي كمان الخرشوف. اهو كده. ابتدي بقى احط الكاتشب. وصفة بسيطة وسهلة وكلها خضار، وفي نفس الوقت اهو عملنا حاجة جديدة باللحمة المفرومة، اللي دايما بنقول ان اللحمة المفرومة من الحاجات اللي بترمي اكل كتير. كده بقى تمام. طيب نسيبها بقى كده تتسبك شوية. بس وابتدي بقى كده ايه، انزل كده العصير الطماطم المبشورة بالكاتشب. ليه عملناها بالكاتشب؟ عشان تطلع معسلة. الكاتشب بتطلع معسلة وجميلة جدا. بس كده. وابتدي بقى احط لها الجبنه الموتزاريلا. وادخلها الفرن 10 دقايق. طماطم بس تتسبك.